جماعة الخير، يا شيعة يا سنة، أنا أريد الاحتكام إلى سيدي ومولاي علي بن أبي طالب، هو الحكم بيني وبين الشيخ علي الجحيشي، سيدي وقدوتي علي بن أبي طالب من المهاجرين والأنصار الذين أمرنا الله باتباع سبيلهم ومن سبيلهم التوحيد الخالص. لا يعرف لمهاجري ولا أنصاري أنه بنى مسجدا على قبر، ومنهم علي بن أبي طالب خليفة المسلمين في زمانه، في زمان خلافته. بيني وبينك علي بن أبي طالب، ليش ما تقبل سيدنا علي؟ كل الروايات اللي جاءت عنه تنهى عن البناء، بناء المساجد على القبور. عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. سماعة ابن مهران سأل أبا عبد الله يعني جعفر الصادق عن زيارة القبور وبناء المساجد فيها، في القبور يعني، فقال: أما زيارة القبور فلا بأس بها، ولا يبنى عندها مساجد فروع الكافي ومن لا يحضره الفقيه وسائل الشيعة. أيضا يقول جعفر الصادق: عندك في فروع الكافي ومن لا يحضره الفقيه 10 مواضع لا يصلى فيها: الطين والماء والحمام والقبور وميدان الطريق وقرى النمل إلى آخره. القبور ما يصلى عندها. قال الصدوق بعد هذا الخبر: وأما القبور فلا يجوز أن تتخذ قبلة ولا مسجدا. أيضا نهي في رواياتك عن رفع القبر، مجرد رفع القبر مش بناء المساجد على القبور، مجرد الرفع. يقول الصادق عندك في من لا يحضره الفقيه: كلما جعل على القبر من غير تراب القبر فهو ثقل على الميت. هذا سبب في التثقيل على الميت وإيذاء للميت. قباب وقبور ونذور وأموال وخرق ودعاء وأذى يؤذى به الميت مما تصنعون عند القبور. هذا دين علي بن أبي طالب، أثبت. عن أبي عبد الله عليه السلام قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه. شوف اتقاء الغلو عندهم، يتقون الغلو حتى لا يغلى فيها. شفت هدي أهل البيت؟ يسأل موسى الكاظم عن البناء على القبر والجلوس عليه، هل يصح؟ قال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه. وأيضا ورد هذا عن الصادق: نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يصلى على قبر أو أن يقعد عليه أو أن يبنى عليه أو أن يتكأ عليه. ولذا قال الطوسي: ويكره تجصيص القبور والتضليل عليها والمقام عندها وتجديدها بعد اندراسها. حتى الفقهاء عندك ينهون عن ذلك. ويقول جعفر الصادق عن أبيه أن قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام رفع شبرا من الأرض. وأيضا في أصول الكافي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: يا علي، ادفني في المكان وارفع قبري من الأرض 4 أصابع ورش عليه الماء. شايف هدي محمد، شايف هدي علي بن أبي طالب، شايف هدي أهل البيت اللي تسميهم المعصومين، وهم والله من هذا الدين براء الذي يتشيع التشيع الصحيح، لا يغلو ولا يفتري على أهل البيت ولا يبني على قبور، لأنهم نهوا عن ذلك. الروايات كثيرة جدا في ذلك. واليوم حالكم صار أسوأ من اليهود والنصارى يا شيخ علي، من اللجأ إلى الأموات ودعائهم وربط القلوب بهم رغبا ورهبا خوفا وطمعا في أمر مناقض لعقيدة التوحيد. أنت هنالك خلط بين اليهود والنصارى الذين يسجدون على قبور أوليائهم. نحن لا نسجد على قبور أوليائنا، بل نتخذه من باب التقرب هنا، نتقرب إلى الله عز وجل، نصلي لله عز وجل، لا نسجد على القبر. يقول: نحن لا نسجد على قبور الأولياء. والله لو أن الآن أعرض لك البث المباشر في العتبة العباسية أو الحسينية أو العلوية اللي تشوف الشيعة وهم يسجدون عند القبر وهم يطوفون عليه، ولا تسأل عن الخرق فوقه والاستغاثة به وربط القلوب به، ويجلس الواحد 1000 الكيلومترات عن هذا القبر ويعتقد أنه يسمعه ويبصره وينجده ويغيثه، عياذا بالله من الشرك الذي وضعتموه في العراق، وعلي منه براء. قوله تعالى في محكم كتابه الكريم: يردك ويرد من يقول بأنهم لا يسمعونك ولا يردون الكلام. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله عز وجل يقول: نعم أنت ما تشعر بوجوده، لكن هو حيترى يسمعك. بالتالي الحياة تتطلب السمع، زين، ويتطلب ما يتطلب فيها الحياة كلها. فبالتالي هذا كلام الله عز وجل أيضا ترده. تقول أصحاب القبور يسمعون. مسألة سماع الميت لمن يأتي عند قبره مفصولة تماما عن أن الميت ينفع ويضر. ثانيا، الميت قدراته لو كان في قبره ستكون مثل قدراته وهو حي،
أليس كذلك؟ مو معقول أن الحسين رضي الله عنه ما كان يسمع مؤامرة الكوفة ضده وهو في المدينة وهو خارج وهو في الطريق، ولما استشهد رضي الله عنه صار يسمع الكرة الأرضية، ما يصير، تفاجأ بالغدرة، ما كان يسمع. الحين لما استشهد رضي الله عنه صار يسمع كل شيء في الدنيا، سمعه سمع بشر ولا سمع لا يليق إلا بالله عز وجل، السمع المحيط المطلق جاو. أما استشهادك فأعجب الله منك. تقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم، عند ربهم شيخ علي في الجنة، حياة برزخية مفصولة عن الدنيا. ثم لو سمعوا، الله يقول: ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. تدعو رجل مات عطشانا، ما كان يملك من أمره شيء رضي الله عنه وأرضاه وجمعنا به في الجنة. البشر بشر، لا ترفعهم إلى مقام الإلهية فتشرك بالله عز وجل، وأنت الآن تستدل لتشرك عياذا بالله. جزاكم الله خير، والحوار طيب ولا بأس. إن كنا باحثين عن العلم أرجو أنه نتجرد من كل شيء عندما نبحث حتى نصل إلى مرضات الله لا مرضات أنفسنا. وهذا دأبي في البحث والحوار، إن أتيتني بشيء فيه حق أتبعه، وعليك بالمقابل إن أتيتك بأدلة أنت تؤمن بها وتثق بها عليك أن تقر بأنها موجودة، لا أن تنتصر لنفسك بشيء أو بآخر. وأقوال العلماء كثيرة، إنما قطعا أنا أنتقي ما هو يناسب شيخ علي. أرجو أن أرجو أن يشمل هذا الصرخي أيضا، اقبل أو رد عليه. الصرخي لا يعد من الشيعة، حتى أنا لا أعد من الشيعة. أنا لا أعد على دينكم أيضا، مثل ما تقبل مني اقبل منه. هذا شأننا إن شاء الله يا شيخ، شأننا وأهل مكة أدرى من شعابها. شأننا نحن ننتقم منه شر انتقام بإذن الله عز وجل، لأنه يريد أن إذن أنت ترفض أدلة الكافي وغيره على لسان علي وسيرة علي، وتتبع كلام المراجع، لا تتبع علي بن أبي طالب. والله يا شيخ، والله يا شيخ، القضية قضية علمية، مو قضية فقط يعني رد عليه علمية، يعني النشر تسرد. والله رد عليه علمية يا شيخ، أنا رد على علمية، أتباحث معك بشكل علمي. لا صرخي، صرخي ليس بعالم يا أخي، نحن نعرف تاريخ الرجل، ليس بعالم. ونسأل الله عز وجل أن يغفر يهدي سبل الرشاد. وأما إن يريد يخرج من التشيع فإلى بئس المصير، لا يضرنا شيء يا شيخ علي. كلامه كلام الصرخي في مسألة البناء على القبور والتحريم فيها، والله أنه موافق لسيرة علي من كتبك، ولكنكم ترفضونها لأنه قرأ من كتاب الكافي سيرة علي، صار الكافي قبل صار ليس بشيعي وصار مباح، وصرتوا تستهدفونه وأتباعه. اتبعوا علي من بداية البث يا شيخ علي، تذهب إلى السلاجقة وتذهب إلى الأزهر وتترك علي بن أبي طالب. الصرخي ما قرأ رواياتنا ولا قرأ صحيح البخاري ولا قرأ صحيح مسلم، قرأ كتبك، قرأ رواياتك، قرأ كلام علي بن أبي طالب. الصرخي إمام اثنى عشر ليس بسني، لكنه في هذه المسألة أصاب الحق. طيب ليش تردون؟ ناظروا عشري، والله ليس ناظروا، انا اقسمت الان وفي شهر رمضان. ناظروا اي كفروا شيخ علي، كفروا. انا اتكلم عن اللي حاصل الان من هدم المقرات واعتقال الخطباء لانهم قرأوا روايات من الكافي. مو معقول، اتبعوا علي بن ابي طالب. روايات من الكافي ايضا تجعلنا يعني نحرقهم اذا على رواية الكافي الباقية. هذا المزاج، هذا الهوى، طيب هذا الهوى بذلك. لا. لا, لا 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 يلزمك فقط اتباع علي بن ابي طالب، اتبع علي بن ابي طالب فقط. مساجدهم حرقتوها، المساجد هذا فعل دولة. والله ما تتحرك الدولة الشبر الا باذن المرجع، وانت تعلم.